لمتزن المتألق برنس منصور بن سيد المتألق برنس المتزن خبير التاسع والتحليل الرياضي مستر ناصر البدوي تفتح النار على بوجوز تور الظفر العابدين سندريلا وميمة العياري صغار وميمة تعارك المشاهير تفرح تعمل جو يا وليت مشهورة كذا مشهورة نجم السياسة والكواليس السياسية بوريان بسيد نجم الشباب في انتظار الفورمة في الساعة الثانية رامي راميريز أستاذة القانون وخبيرة القانون الدولي ماتر سونيا الدهماني نكمل حتى للتسعة ونص تاع الصباح بعد شوية لكونسي آخر ساعة الكويز ولكن نبدأ ساعتنا كالعادة مع رامي في الرادار دار. المجال الفني والإعلامي الكل الفنانين إعلاميين وكذا معروفين بالأجواء الحميمية الحب الفياض محبة بلاش حساب يا غالي يا ولدي تشوف بي الزردي وقت الغضبين تقول صفراتي ربي صفراتي تمعشك في عش لا مصلي على النبي لا مصلي على النبي هل انت اللي بديت شنو تو وحده تعارك مع لوزتها يا ربي على مشان الصابوت او كلام هذا يا امانه امانه ومين مينك انت على شكون غالي تدخل يا بابا تدخل العركة اللي هي برشا بيتر وكملنا شابيتر انت بديت انت بديت عدينا المرحلة الجديدة توا ايش يهمك لا انت ايش يهمك اي مراحل مراحل الحياة مراحل يا غالي اكسيون وانت ايش يهمك هذا شو وانت ايش يهمك تسب فيها وانت ايش حطيت محامي عليهم انت ايش دخلك انت ايش دخلك فيها اما احنا انت وش يهمك انت ايش يهمك فيها والله وحال اه ايش قولك عركة عنوانها التكرار ناس منظمة يا غالي يختاروا كلمة تام ويبداوا يعاودوا فيها الكلمة وهذيك هي مهمتهم في العركة يا ودي قالك لي يرقد قبل الخاسر ظهر لي شي الحكايه ودي ناقصنا كان الناس ما يتهبط لي راسهم في الضوها يا ودي الناس اللي بتضرب بعضها بوسط النحاس يا ولدي كلات بعضها راهي عركه على الصابون الاخضر في حمام راو مازله راو ليه وفي وسط ذي الكل مين قرش قاعد يعمل حسب رايك انت لطيفه لطيفه لا حتى لطيفه او الاخرانيه لطفي قاعد يطلب اللطف لطفي ولطيفه لطفي قاعد يطلب اللطف لطفي ولطيفه يطلب لطف بالميسان تاع يتفكه الغالي اي يتفكه باش يقتلني بدم البارد راو لطفي ولطيفه ربي يلطف بينا وقت جدموه هو وقت جدموه فوزير يمين شيريهان تنشط في الحلقة يا ربي لطيفة ولطفي وربي يلطف وحزب لطيف ولطافة ولطف يا لطيف يا خفيف يا ظريف يزي يا مان تعبتونا والله أنا استفدت أنا استفدت إيه أنا استفدت إنك أنت أنا استفدت إيه أنا استفدت إيه وكان مين قرا يلعب بالكلام في العربي عنا شكون قاعد يلعب بالفرنسي قاعد يمرمد فيه يا ولدي عافس فيه ركبة أمان عامل اللي ما يتعملش نحكي على سي هيكل المكي يي 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 عامل بعميل وعامل عامل وماذا بينا نزيد نحكي فيه من جديد وقت اللي بدتك التضييقات على السفر لعديد لآلاف التوانسة وقتها توجهت للرئيس من خلال الميكروفون قلت له يا سيد الرئيس نعم ميكروفون أبي شبيك قصيت بكري على الكلمة يا سي هيك القصة ضو عليك ولا شنو قبل ما تكملها ولا صار ميكروفون هكا اسمه ميكروفون ان اسمه فهمت شو مال التليفون شتعيط له يا سي هيك التليفون تاو كلام هذا الكوب دافريك شنية اللي فات ما تلعبتش في الكامرون مالا نتصور تلعبت في الكاميرون لو يعشق يعشق قالة الساكسوفون معروف يسخن ماكلته وين في الميكروفون دي جو كبير رادار تصفيق الرامي نخرجوا فاصل صغير نرجع لكم بعد لحظات في الكونسي عدد لي راف ماجور والمواضيع تكتب